السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم حلقه اليوم غادي نتكلموا على البطل الاسطوره بادر هاري وكذلك البطل الهولندي ريكو. بعد الحدث اللي وقع وبعد الكلام اللي قال ريكو، تنعرفوا ان ريكو دابا غادي يلعب مع البطل اللي هولندي كذلك. لكن احنا بغينا نهضروا اليوم علاش بالضبط ريكو قال هذيك الكلمه، الا بقى بادر هاري نهزم ما غاديش نقلب معاه. هي فيها جوج حالات. الحاله الاولى بطبيعه الحال تنشوفوا ان بادر تيدير كل مستحيل باش يعاود يرجع اللياقه ديالته والمستوى ديالو، والحمد لله الله رجع. لكن كما تنقولوا احنا دائما، راه العين بنادم عين ديال تابعين الناس، يعني هادشي يجي في سنة الحياة. لكن بغينا المزيد من العطاء لبادر هاري، لأنه هو أسطورة في كيوان وزن ثقيل. فريكو عنده كما قلت جوج احتمالات. الاحتمال الأول هو بغى بادر باش يعاود يتشجع يزيد أكثر كيف كان، وهذا هو اللي كنتمناو انه يزيد. ورحنا شفنا انه باش دير لانتريما فداك، يعني الاجواء ديال لانتريما، الماكله، ميسكلاسيون، تدريبات ديال كيوان، الفيزيكامينتي السفل، الاستراتيجيه، كلها هي كانت غاديه مزيانه. بعض الاخطاء وقعوا بطبيعه الحال، راه شفنا النتيجه شنو هي. لكن ان شاء الله راه غادي يعاود ترجع الاوراق ديالو بادر مع المدرب ديالو. لكن النقطة اللي بغيت نقول بالنسبة للبدر، راه ماشي تيتريني، راه تيفوت فوت القياس ديال لانتريمي تيديريه باش هو يوصل لواحد المستوى ديالو كيف كان. والحمد لله شنا الميزان ديالو، شنا الضربات ديالو، لكن وقع ما وقع. هذا ما تنقولوش ان بدر ما بقاش عنده، لا. كما تنقول دائما، اللي ما طلعش فوق الرينج راه ما غاديش يفهم العالم ديال المقابلات. النقطة الثانية ديال ريكو هو تيشوف بأن بادر باقي ما قبض المستوى ديالو، يعني تيشوف بأنه باقي عليه الحال، باقي خاصو يزيد في تدريبات. من طبيعة الحال فأي خطأ ترتكبه في المقابلة فهو تنصلحه. ماشي ريكو مثلا غادي يطيح من بادر، لا، بادر عنده التاريخ ديالو وغادي يبقى في التاريخ ديالو. اما ريكو راه يعني واخا نشوفوا بطل ديال غلوري، يعني بطل ديال غلوري ديال الجامعه اللي قبضت كيوان، لكن بادر راه قبض الحزام ديال طوكيو، يعني ديال الدوله ديال الجامعه اللي خلقت كيوان في 1992. كما قلنا الدرس اللي كنت قلتو شكون هو اللي خلق هاد رياضه كيوان وفي اي سنه، عطيت الدرس كله هو على مرأس هذه رياضة كيوان. فريكو ما غاديش نطيحو من القيمة ديالتو، راه هو تاهو بطل، تاهو عنده مستوى. لكن جوج نقاط كيما قلت أنه هو تيشير ليهم باش يعاود يرجع بدر، يرجع المستوى ديالو، ونفس الوقت تيفكر بأن بدر راه خاصو يزيد مازال من الاستراتيجيات باش ما بقاش يطيح فيها في وسط المقابله. وهذا الشيء لاحظنا، يعني الا شفتوا المشاهدين، الا شفتوا هاد الايام كلها هي والمقابلات اللي لعبها بادر، راها يعني كلها هما تنقولوا حنا بالكاو. لكن راه خاصنا نعرفوا واحد النقطه مهمه غادي نقولها للشباب، غادي نقولها للناس اللي تفرجوا في الرياضه. فاحنا الممارسين المحترفين، لقيت اي ممارس تتوقع عليه واحد المشكل في الحياه ديالو، فهو راه ما تيبقاش كيف كان. وهذه المساله هذه، هذا الموضوع هذا، وهذا الحدث راه وقع بزاف الابطال العالميين، منهم مايكل نيتايزن، يعني بطل من العيار الثقيل، وقع مشاكل وبدا تيطيح كواط، لانه المستوى النفساني ما تيبقاش. وهاد المراحل راه دازوا فيها الابطال، تنعاود نكررها، هو اللي تيعرفوا. واخا تشوف لانتريما، واخا تشوف البريباراسيون وداكشي، لكن النفسيه راه تتلعب دور في وسط المقابله.
النفسيه تنعاود نقولها راه تتلعب دور في وسط المقابله، وخا تريني وخا توصل لمستوى ديال الانتريما، لكن النفسيه فهي رقم واحد. ثم تجي التدريبات اللي تتخوضها. فتمنى انه البطل الاسطوره بدر هاري اللي تنحبوه وتنحبوه جميع الابطال ديالنا اللي تيرفعوا رايات الوطن داخل الوطن وخارج الوطن، فتنشجعوهم وتنفتخروا بهم. فكل رياضي تيحمل رايات الوطن فهو سفير. دازوا الابطال، دزنا حنا كاينين دابا الحمد لله الابطال، وجاي الابطال اخرين اللي جايين غادي يكونوا ساعتها هما تيحملوا رايات الوطن في داخل الوطن وخارج الوطن. ما علينا الا الجماهير المغربيه في داخل الوطن وخارج الوطن انهم يشجعوا الابطال، سواء بدر سواء جمال سواء اسماعيل سواء كلهم، محمد جرايه، يعني ابطال كلهم. واسمح لي ما قلتش الاسامي الاخرين، راه عندنا الحمد لله ابطال كبار سواء في قروري او في الجامعات اخرى. تنعرفوا بان دابا ماشي بحال بكري، بكري تيكون بطل عالمي واحد، دابا الحمد لله الجامعات كلهم خدامين، كلهم تيكونوا ابطال في الجامعه ديالتهم. الهدف ديالنا حنا هو تشجيع الابطال ذكور واناث، وكذلك باش ما تعلمنا احكام الرياضه كحنا اللي كنجي نتفرج في يوتيوب او تفرج في التلفازه او في المقابله، خاصه خصني نعرف اشنا هذيك اللعبه، لان اللعبات تختلفوا، ونقرا التحكيم. واخا انا مشاهد نجلس نتفرج، لابد خصني نعرف باش ما يكونش عندي واحد الاخطاء، واحد الراي يكون مثلا تنصف به الناس اخرين وانا ما عارفش تنهضر ما عارفش. لكن تنتمنى بالاخوان لانه واخا ما يكونش رياضي يكون تعلم التحكيم وتعلم ما معنى ديك الرياضه اللي تيشوف فيها. ما بين رياضه كي 1 تختلف ما بين الكيك بوكسينغ، وكي 1 الكيك بوكسينغ يختلف موانتاي، والموانتاي مع الكيك بوكسينغ تختلفوا مع فول كونتاكت ومع الصفات وكذلك جميعا. فلهذا تنتمنى باخوان الاخوات ديولي انه باش ما يجتهدوا انهم يقراوا، ما لا، فالعلم خير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خير تعلم الاشياء خير من جهلها. الانسان لا تعلم ودار واحد الدراسه ديال هذه الرياضه هذه، بالعكس يكون جالس ربما شي واحد يخطا تيقول لي لا ها كيفاش، علاش هذه النقطه راه ماشي هي هذيك، المقابله كيفاش، يحلل. لانه علاش الا كان عندك القانون ديال اللعبه وكانت عندك الاكسبيرينس، عندك خبره في المقابلات، خبره في التدريب وخبره في التحكيم، تيمكن لك اللي جالس حداك تفسر ليه بواحد الطريقه باش هو يوصل الفكره، توصل ليه الفكره الراس ديالو. لاننا ماشي كلشي تعلم، لابد خاصنا نتعلمو، انه الرياضه كبحر. ولهذا فمشاهدين اللي تيحبوا رياضه كيوان وغيرها من رياضه كلاهما، من مخكم مجاهد محمد تنقول لكم انكم مشيت تعلموا في القوانين باش الا كان شي واحد ما تيعرفش الرياضه مزيان فسروا ليه، باش الرياضه تكون غاديه دائما في واحد المستوى، والابطال ديالنا نشجعوهم اكثر حتى ما يبقاش يعني الانسان الا ما كانش عارف واحد يعني واحد القانون راه تيبقى يعني تنقولوا حنا تيبقى يتهضر. لكن الا كنتي عارف القانون الاساسي ديال اللعبه راه تتصلح هذاك اللي حداك، وتفهم انت وتفهم الناس اخرين الا كنتي تهضر، سواء كنتي رياضي او غير رياضي، مشاهد محبين رياضه فو كونتاكت وغيرها وكي بوكسينغ وموانتاي وكي. نتمنى ان شاء الله بحول الله ان بدر يرجع، ونتمنى وكذلك بدر يكون واحد يقيم واحد مقابله ضد ريكو، هذا ما تنتمناوه في مستقبلا ان شاء الله. المقابله غادي يجي يلعب بدر، غادي يلعب مع واحد الخصم اخر، ثم نتمنوا انه الى داز الى ربح المقابله ديال بدر اللي كنتمنى غادي يربحها ان شاء الله، لانه كاع الاوراق راه تقادت مزيان، بقى واحد بعض الاخطاء ديال لونغارد هو اللي غادي تقاد فقط. ثم البوجيسيون ديال الضربات البيركود، مثلا تنقول حنا بيركود مونتانتي مثلا تيكون عريض، اذا كان عريض تيكون الوجه كله محلول. فهاد الاوراق جوج اوراق نتمنى ان شاء الله ان بدر الاستاذ ديالو يقادهم، وان شاء الله تسناو بدر ان شاء الله يربح في المقابله اللي جايه حاليا ان شاء الله. ونتمنوا مقابله اخرى مع ريكو مالا كذلك، راهو كلهم في الجامعات غلوري كلهم تيلعبوا بيناتهم، ونتمنوا الفوز لبدر، ودائما
شعارنا الله الوطن الملك، ودائما أنا نشجع الأبطال المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. وشكرا لكم من أخيكم مجاهد محمد.